السلام عليكم بنات ديالي، كنتمنى تكونوا بخير على خير وما كتشوفوا هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله جبت لكم واحد بسكويت للاطفال، ساهل ماهل وهكذا، نحضروه بمشاركه الاطفال ديالنا، علاش لا. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو. نبداو على بركه الله. هنا نبداو على بركه الله. بالنسبه للزبده استعملت انا مارغرين 250 غرام مع كاس ديال السكر، شويه ديال الملح و ساشي فانيلا، وخلطته مزيان. تذبت لي الزبده مع السكر وضفت لها الزيت، وان شاء الله غادي نضيف البيض للمشاركه ديال الاطفال ديالي. هيدا بسكويت يكون ديال الدار، وشاركوا مع الاطفال ديالكم باش حتى هما يحسوا براسهم عملوا شي حاجه في نهارهم. وفي نفس الوقت انك تعمل بسكويت بلا ما تضغط، هيدا كفكره. اما بالنسبه للوصفه ديال البسكويت راها عاديه جدا، بغيت غير نشارك معكم فكره انكم تشاركوها مع وليداتكم وتعطيوهم حتى هما يستمتعوا بحويجه جدادين، مع انهم دابا قنطانين ساكن في الحجر الصحي. كنتمنى ان شاء الله يدوز هذا الشيء بخير وعلى خير، ونكونوا ما نفقدوا حتى شي حد، والشفاء العاجل ان شاء الله لجميع المرضى، والله يرحم المرحومين ويدخل عليهم الرحمه والمغفره. هنا ضفت الدقيق. بالنسبه للمقادير انا كتبتهم لكم في الاول ديال الفيديو، وهنا غنضيف القليل جدا من خميره الحلويات باش هكذا يتنفخ النصابلي ديالنا شويه. وغادي نستعمل 5 ديال الكؤوس ديال الدقيق. غادي نبقى نضيف تدريجيا على حسب النوعيه ديال الدقيق، تقدروا تستعملوا 4.5 وتقدروا تستعملوا كثار على حسب النوعيه اللي عندكم. المهم هو القوام ديال العجين كيجي خفيف، انا غنوريه لكم في الاخر. هي هذا هو القوام ديال العجين ديالي، كيجي خفيف حق ما كيلتصقش في اليد. انا قسمت العجين ديالي على 3، باش الاول غادي نكبو بالكاكاو المر، والثاني غادي نعمل له جوز الهند او الكوك، والثالث غادي نعمل له غادي نضيف له الفانيلا باش هكذا تجي المذاق ديال الفانيلا مجهده. اذا كانت قطرات تقدروا تضيفوا قطرات يكون حسن. يعني بمشاركه ديال الاطفال غادي نضيف الكاكاو العجين الاول، وخليكم معايا. هنا انا نستعمل هذه النوعيه ديال الالات، تقدروا تستعملوا جيب الحلواني، وتقدروا تستعملوا غير لمبوط عادي بحال هذاك اللي عندي المنزل، باش هكذا كلشي ان شاء الله يعدل هذا الحليوه اللي متوفر عندكم تقدروا تستعملوه. بالنسبه للعجين خفيف يقدر يخرج اي حاجه عملتوها. انا استعملت هذا، هو اللي متوفر عندي، ما عنديش جيب الحلواني. وغادي نعملهم على شكل بسكويت اللي كيتباع في المحلات باش هكذا يعجبهم اكثر. بالنسبه لهذه النوعيه هذا ديال عجين الكاكاو، استعملت له هذا الشكل هذا. وهنا كنكون سخنت شويه الفران ديالي باش كنقص له، ملي كندخل الحلوه ديالي كنقص له غير من التحت، وكنبقى وحداها حتى شغي الصابلي كيتحمر غير شويه من التحت،
وبعد ما كيطيب لنا كان نخرجوه بلا ما نحمروه من الفوق. هنايا هو طاب لي البسكويت ديالي، هنايا غادي نزينو بشوكولاته، وغادي نخلي الوليدات هما اللي يتفننوا في التزيين ديالو، بما ان هاد البسكويت ديالهم يعني يعملوا له داكشي اللي حبوا ولا اللي بغاو. ما غاديش نحطوه لشي حد، ولا خصوصا دابا في الحجر الصحي، يعني حتى حد ما كيمشي عند حد. ان شاء الله يدوز هاد الشيء وتجمعوا العائلات والحباب. وهنايا كنشارك معكم لقطات من تزيينهم من بسكويت ديالهم. انا نخلي وليداتنا اذا يتفننوا يعملوا الاشكال اللي بغاو بالمراقبه من طبيعه الحال، باش ما غيلعبوش في النعمه، وفي نفس الوقت هما اللي غياكلوا هما اللي يذوقوا كيف حبوا. ونتمنى ان شاء الله يعجبكم الفيديو، وتشجعوني بالضغط على زر اعجبني، ولا يشوف القناه اول مره مرحبا به، ضغط على زر اشتراك. السلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله.